امس بغيت احجز تذكره مسقط صلاله صلاله مسقط عن طريق الطيران العماني، ودخلت موقعهم اتفاجأت ان سعر التذكره 71 ريال عماني، والكل يعلم ان هناك اسعار يعني مثبته او ثابته اللي هي 54 ريال. هذا طبعا 71 ريال شامل ضريبه تقريبا كانت 14 ريال 15 يعني اقل من 15. تواصلت مع احد المكاتب مكتب سفريات وطلبت منهم انهم يحجزوا لي تذكره اللي هي نفس المسار نفس التاريخ، جابوا لي اياها ب 54 ريال عماني. بعد ذلك ايش اللي اتضح لي؟ علشان تشتري التذكره اللي هي سعرها 54 ريال عماني على طيران العماني مسقط صلاله صلاله مسقط، هناك عروض اذا دخلت موقعهم هناك خانه معينه هي اللي فيها العرض، فانتبهوا. ممكن البعض ما يعرف بيقول يا اخي كيف ممكن تغير السعر وكذا، ممكن يحجز، فانتبهوا من هذا الموضوع. طبعا انا اتكلم على الناس اللي هم ناويين يروحوا على الطيران العماني. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.